بإمكاننا أن نقول لما الإمام المهدي غاب؟ الجواب غاب بنفس السبب اللي غاب من أجله الأنبياء عليهم السلام، نفس السبب اللي غاب أجل الأنبياء غاب الإمام المهدي. أرادوا قتل الأنبياء فغابوا، أرادوا قتل الإمام المهدي فغاب. هاي من الأسباب. من الأسباب مثلا امتحان الخلق، امتحان الخلق، هكذا قال أئمة آل البيت عليهم السلام، لكي يمتحن الخلق، ولهذا الله غيب الإمام حتى يمتحن خلقه، يغربلهم. وهي سنة إلهية أن يبتلي الله خلقه. والله ابتلى مو فقط الناس العاديين، ابتلى الأنبياء. وإذ ابتلى الله ابتلى إبراهيم في سورة البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلى الأنبياء وابتلى الناس، وكل يبتليه بحسبه. يعني أهل البيت أيضا قالوا لكي لا تكون حجة لأحد في آخر الزمان يقول لو حكمت لعدلت، غاب الإمام. أهل البيت أيضا يقولون الحكمة تعرف من بعد ظهوره الشريف. آل البيت أيضا قالوا بسبب نطف طاهرة بأصلاب النجسة يجب أن تخرج هذه النطف الطاهرة إلى الحياة ومن ثم يظهر الإمام. آل البيت قالوا لعدم تهيئ الظروف المناسبة لظهوره، وقلنا خل يأخذ وقته قبل قليل، ونظرنا لذلك قرآنيا. أهل البيت قالوا لكي لا تكون في عنقه بيعة لطاغوت زمانه. زين، فائدة وجوده مع غيبته، هناك أثر تكويني بقاء حياتنا به، هناك أثر اجتماعي ما دام ننتظر نهيئ أنفسنا له. أهل البيت قالوا كالشمس إذا غيبتها السحاب أو غيبها السحوب، كوجود الجنة مع غيابها.